آلاف السنين كتب العراقيين أول ملحمة بالتاريخ، وهي ملحمة جلجامش، كانت تعالج موضوع الخلود وحتمية الموت. ملخص الرواية أن الملك جلجامش وبعد أن فقد صديقه الصدوق إنكيدو صار موضوع الخلود شغل الشاغل، وبقى يفكر به ليل ونهار ويدور على سر الخلود، الشيء اللي خلاه يترك الحكم ويترك الجاه ويبدي رحلة طويلة من البحث عن نبتة الخلود. وبعد متاعب ومشقات قدر يوصل لها، بس وبالطريق رجعته يقعد حتى يرتاح، فتجي حية وتبوق النبتة منه وتقضي على حلمه بالخلود. مات جلجامش بس حلمه بقى عايش بذهن البشر. ومع الموضوع اللي راح نحكي عنه اليوم، يمكن نكون بلشنا أول خطوات تحقيق حلم جلجامش. أنا دكتور رافع عماد من قناة نبض الطب العراقي، واليوم راح نحكي عن طباعة الأعضاء البشرية، فخليكم ويانا. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. منو من عندنا ما سمع عن الطابعات ثلاثية الأبعاد وتطبيقاتها؟ كلنا نعرف أنها تستعمل بطباعة المجسمات الصغيرة والقطع البلاستيكية، بس الموضوع تطور وقامت حتى بيوت كاملة تنطبع باستخدامها. زين برنامجنا طبي ايش دخل بالموضوع؟ أبشركم وصلت الطباعة لطباعة الأعضاء البشرية، وبالتحديد طباعة القلوب البشرية. هنا لازم نتدخل. نشر موقع ساينس أليرت خبر صادم عن تمكن العلماء من تطوير تقنية جديدة تخلي أي إنسان بأي مكان بالعالم يقدر يطبع أعضاء بشرية. الشيء اللي يستعمل الكولاجين كمادة أو بدل الحبر اللي يستعملوه بالطابعة راح يقربنا أكثر وأكثر من فكرة طباعة أول قلب بشري قابل للحياة. التقنية الجديدة اسمها فريش، اختصاراً لـ Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels، وهي تسمح وتتجاوز كل المعوقات اللي كانت تأثر على الكولاجين وتشكيله خلال عملية الطباعة. تتلخص الطريقة بأنها تسمح للكولاجين بأن يترتب طبقة فوق طبقة داخل حوض أو حمام من الجيلي أو الهلام بالعربي، اللي يسمح الكولاجين أن يترتب بالشكل المطلوب. وبعد اكتمال عملية الطباعة راح يغيرون درجة الحرارة من درجة حرارة الغرفة إلى درجة حرارة جسم الإنسان اللي هي 37.5 ويذوب الجيلي، وبهالطريقة راح نحافظ على الخلايا حية ونشيطة. وبالفعل باستخدام هالتقنية تمكن الباحثين من طباعة قلب بشري كامل بس بحجم صغير، قدر ينبض بشكل شبه طبيعي. هذا الاكتشاف راح يفتح آفاق جديدة بموضوع زراعة الأعضاء وخصوصا القلب، اللي ملايين البشر حول العالم ينتظرون انه او عندهم على الليسته مع زراعة القلب وينتظرون احد يتبرع لهم بعد الحوادث. شغلة ثانية ومجال ثاني هو الباحثين بمجالات الأدوية وتأثيراتها على الأعضاء. ممكن إذا قدرنا نطبع أعضاء بشرية نستعملوها كتست سامبلز، أنه ما يحتاج أنه يجيب أحد بشري أنه يتبرع يأخذ الدواء ويشوف تأثيراته، مجرد يجربها على الأعضاء اللي عنده ويشوف تأثيراتها هي راح تكون نفسها. بالختام يا أعزائي، ورغم التقدم الكبير إلا أن الباحثين المسؤولين عن الموضوع يقولون أنه الموضوع يحتاج بعد دراسة هواية قبل أن ننتقل إلى مرحلة التطبيق العملي. من المخاطر والمخاوف اللي يدورون عليها واللي يحتاجون يتابعوها هي متابعة نمو الخلايا بالأعضاء المطبوعة الجديدة، لأنه ممكن تتحول هاي الخلايا يزيد نموها أو تنمو بشكل غير طبيعي وتتحول الخلايا سرطانية، ولهذا الموضوع محتاج دراسة ومتابعة أكثر. لهنا نتتي حلقة اليوم من برنامج الخستخانة هوسبيتال. إذا عجبتكم حلقتنا تفرجوا الحلقات السابقة، وإذا عجبكم برنامجنا اشتركوا يانا بالقناة. أودعناكم.